بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الخصومات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من رد أمر السفيء والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. قال: باب من رد أمر السفيء والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. وقال مالك رحمه الله: إذا كان رجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتق لم يجز عتقه. فبين في هذه المسألة، قال: من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. قلنا في مسألة الحجر على السفيه يبقى بيمنع من المعاملات المالية، يمنع من المعاملات المالية. وأي معاملة مالية بعد إعلان الحجر على هذا السفيه فنقول على ذلك يبقى دي معاملة مردودة، وغير أنه قد يكون يجوز أن يرد أمر ذلك السفيه دون الحجر عليه، كما ذكر ذلك جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. ثم نهى يعني بيذكر أن رجلا أراد أن يتصدق بماله وليس له إلا ذلك المال، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين بعد ذلك المسألة ونهى، وقال: إنما الصدقة عن ظهر غنى، إنما الصدقة عن ظهر غنى. وقال مالك رحمه الله: إذا كان رجل على رجل مال ولو عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه، يبقى هيرد عليه هذه المعاملة، وأن العبد ده مملوك لهذا السيد، فجاز للسيد أن يتصرف في ذلك العبد، سواء بقى دبر ذلك العبد أو أعتق ذلك العبد أو باع ذلك العبد، يبقى أي معاملة يبقى جائزة إذا تصرف هذا المالك أو السيد في رقيقه، فيبقى دي تصرف جائز. غير أن ذلك الرجل اللي هو السيد لو كان عليه مال رجل وليس عنده إلا ذلك العبد فأعتق ذلك العبد، يبقى يرد عليه هذا الأمر، وأن حتى لا نضيع حقوق الآخرين، حتى لا يضيع حقوق الآخرين. فلذلك قال مالك رحمه الله: إذا كان رجل على رجل مال وله عبد، يبقى المدين ده لعبد ولا شيء له غيره، ما عندوش غير ذلك العبد، والعبد ده بيبقى مال بيقوم، فأعتقه، يبقى نقول السيد قام بعتق ذلك العبد، قال لم يجز عتقه، يبقى العتق في ذلك مردود، يعني هذا السيد أعتق ذلك العبد، والسيد ده مدين لآخرين بالمال، وليس عنده إلا ذلك العبد، وإن العبد ده بيقوم بيبقى مال، فعند ذلك لو أعتق العبد يرد هذا التصرف. هنا عين لم يتم الحجر عليه ولكن رد ذلك التصرف لما تعلق من حقوق الآخرين. ولذلك يذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي، قبل ما يبين المسألة، إنما الصدقة عن ظهر غنى، إنما الصدقة عن ظهر غنى. ومرت علينا يعني بيع المدبر كما بينا من تبويب الإمام البخاري رحمه الله، أن رجلا كان له عبد ودبر ذلك العبد ولكن احتاج، فباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد، باعه ثم دفع ذلك المال إلى مالكه، دفع المال إلى مالكه. يبقى على ذلك قلنا مع أنه تصرف هذا التصرف ده تصرف صحيح لأنه مالك العبد، فدبر ذلك العبد، أي أنه يعني وكأنه أوصى أن يعتق ذلك العبد بعد موته، لما دبر العبد معناه أن العبد يملك الحرية بعد موت السيد، ده تصرف أساسا صحيح، لكن لما احتاج ذلك الرجل وكان في حالة من الاحتياج والعوز فباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد ثم دفع المال إلى مالكه إلى سيده،
يبقى معنى كده ان هو رد عليه هذا التصرف، مع انه لم يتم الحجر عليه، لم يتم الحجر عليه، ولكن رد عليه هذا التصرف. ولذلك قال رد امر السفين والضعيف العقل، والضعيف العقل، وان لم يكن حجر عليه الامام. ثم ذكر باب قال من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه اليه وراى بالاصلاح والقيام بشانه، فان افسد بعد منع، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال الذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابة، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مالا. كذلك في رواية عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان يقول. أيضا في رواية عن محمد بن منكدر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم ابن النحام. فبيذكر أيضا من باع على الضعيف ونحوه، وإن من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منع. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال، وبينا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقوم بحفظ وصيانة المال حتى لو كان قليلا. لذلك أمرنا في مسألة التدين أن نقوم بكتابة هذا الدين سواء كان كبيرا أو قليلا أو كان كثيرا، بغض النظر عن كم المال، ولكن أمرنا ربنا سبحانه وتعالى عند التدين أن نكتب هذا المال. فقال من باع على الضعيف ونحوه، يبقى ضعيف العقل. لذلك بينا أن الله سبحانه وتعالى بين متى يدفع هذا المال إلى اليتيم، هل يترى بالبلوغ؟ لا، إن أنسنا منه رشدا، أي أنه يحسن التصرف في المال، يحسن تصرف المال. يبقى السفيه المقصود به اللي هو الذي لا يحسن التصرف في المال ويقوم بالإسراف وتبذير ذلك المال، وأن حتى لا يضيع حق الورثة في ذلك المال بيتم الحجر على هذا السفيه متى رفع الإمام، متى رفع هذا الأمر للإمام ورأى فعلا وثبت سفه ذلك الإنسان. يبقى رفع الأمر من الأولياء أو من الورثة إلى الحاكم إلى الإمام بتصرفات فلان نقول الخاطئة، أنه في إسراف وتبذير ومالك مال، فعلى ذلك حكم الإمام بسفه ذلك الإنسان وحجر عليه، يبقى بيمنع من التصرفات المالية. كذلك ضعيف العقل الذي يستطيع أن يميز، وأن زي كما بينا حال اليتيم لما يصل إلى سن البلوغ والتكليف، فيضطر يدفع عليه المال، لا ندفع له المال إلا إن أنسنا منه رشدا، أي حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال. ذلك قال من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال حتى لو لم يتم الحجر على ذلك الإنسان. وقال الذي يخدع في البيع إذا بيعت فقل لا خلابة، ولم يحجر عليه، قلنا مع إن طبعا ده مال بيضيع، وكان هذا الإنسان لما بيشتري بيخدع في البيع، يبقى بيبقى فيه غبن في الثمن الذي يشتري به هذه السلعة. فلما رفع أو رفع ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أرشد وقال إذا بيعت فقل لا خلابة، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مالا، وإنما عنه يعني بيبقى التصرف أنه لا يجيد البيع والشراء، ولكن كانت له يعني رغبة في البيع والشراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحجر على ذلك الرجل، ولكن هو قال له إذا بيعت فقل لا خلابة، أي لا غبن في البيع، وإن ثبت ذلك الغبن يبقى له الحق في الرد. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيعت فقل لا خلابة، أي بينا لا غبن في البيع، وإن ثبت ذلك الغبن كان له الحق، بدأ اشتراط كده له الحق أن يرد ذلك المبيع متى ثبت ذلك الغبن في غضون 3 أيام. فكان يقول، يبقى لما كان يعني يعقد صفقة أو يشتري فكان يقول لا خلابة أي لا غبن، وكأنه قال له الحق في رد ذلك المبيع متى ثبت ذلك الغبن، ولكن في غضون 3 أيام. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له
ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عبد المدبر كما مرت علينا الرواية، يبقى دبر ذلك العبد، أي أنه يعني قال إن العبد ده حر بعد موته وليس له عنده غير ذلك المال غير هذا العبد، والراجل احتاج بقى في حالة من العوز والاحتياج، فباع عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد. ويبقى رد تصرف هذا الرجل على الرغم أنه لم يتم الحجر عليه، قال ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم ابن النحام. ثم ذكر الباب التالي، قال باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، قال كلام الخصوم بعضهم في بعض. فذكر أولى الروايات رواية عن عبد الله رضي الله عنه، أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان، قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا، قال فقال ليضي يحلف، قال قلت يا رسول الله إذن يحلف هذا بمالي، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حضرة دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فخرج إليهما حتى كشف سقف حجرته، فنادى يا كعب قال لبيك رسول الله، قال ضع من دينك هذا فهم إلي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقده. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلت حتى انصرف، ثم لببت بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيه، فقال لي أرسله، ثم قال اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوه منه ما تيسر، فاقرأوه منه ما تيسر. قال كلام الخصوم بعضهم في بعض، يعني دي ليست من الغيبة المحرمة، يبقى لما مثلا المرأة ترفع الشكوى إلى القاضي، يبقى ترفع الشكوى إلى القاضي في زوجها تشتكي ذلك الزوج، يبقى على ذلك بتذكر فيه ما يكره، لكن هذه ليست من الغيبة المحرمة، يعني ده السبيل حتى تحد هذه الحدود وتحد أيضا هذه الحقوق، فيبقى هذه ليست من الغيبة المحرمة. يبقى رأى هذا الرجل بينه وبين الآخر خصومة، رفع الأمر إلى القاضي وقال في فلان كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، أو أنه به غش أو خداع وغير ذلك، يبقى هذه غيبة نقول في الظاهر كده، لكن لما يجي الأمر يرفع إلى القاضي هذه ليست من الغيبة المحرمة، قلنا لأن كل خصم من الخصوم يتكلم في شأن الآخر، يتكلم في شأن الآخر، ومع ذلك يبقى هذه ليست من الغيبة المحرمة، لأن الحقوق لن تحقق هذه الحقوق إلا بهذه الصورة. ويبقى لما رجل كده أقصى على امرأة أنه لا تقاها لأربعة أشهر، ده الإلاء كما يعني بينا قبل ذلك، فلها الحق بعد أربعة أشهر أن ترفع الأمر إلى القاضي، لو رفعت أمر إلى القاضي قالت في زوجها كذا وكذا وكذا، يبقى دي ترى يبقى الزوج يكره كده، يكره الكلام ده، ولكن طبعا ليست من الغيبة المحرمة، لأن لن نستطيع أن نصل إلى إحقاق هذه الحقوق إلا بهذه الصورة. قلنا يبقى معاملات بين فلان وفلان خصومة نزاع، يبقى كيف يفك هذا النزاع، كيف يحل؟ لما هيرفع إلى القاضي أو من يحكم بين الطرفين، فقال في شأن صاحبي كذا وكذا، يبقى دي نقول خارج هذا الأمر تعتبر غيبة، يبقى لو حكى الكلام ده لغير القاضي أو الحاكم ومن يحكم بينهم يبقى هذه غيبة، لكن لما يحكي هذا الأمر للقاضي يبقى ليست بغيبة، ليست بغيبة محرمة. فلذلك قال باب كلام الخصوم بعضهم في بعض.
وذكر الرواية الأولى عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. يبقى يعني كما إنسان أيضا بيروج السلعة بالحلف الكاذب، يبقى الحلف الكاذب ده منفقة للسلعة ممحقة للبركة، فقد السلعة حق البركة. فكذلك قال من حلف عيبه وفيها فاجر كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. قال فقال الأشعث في والله كان ذلك. ثم ذكر قصة كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال فقال اليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين اشتروا عهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. قال أشعث قال الآية دي نزلت فيا، وكان ثم ذكر الكلام كانت خصومة بينه وبين هذا اليهودي أرض جحدها اليهودي، وبالتالي رفع هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يتم الحكم؟ يبقى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى دي قاعدة نتم من خلالها هذا النزاع. يبقى إذا رفع مدعي دعوة على فلان، يبقى بنحتاج أول حاجة إن أقر المدعي عليه يبقى يتم الحكم، إن لم يقر تطلب البينة من المدعي، إن لم يكن بينة بيعود الأمر أن نطلب الحلف من المدعي عليه. يبقى دي صورة الحكم أو التحاكم. يبقى صورة الحكم إن في مدعي ادعى على فلان كذا، فالأمر يبقى فلان لو أقر يبقى يتم الحكم بالمسألة، إن أنكر المدعي عليه يبقى نعود للمدعي كده نطلب منه البينة، ألك بينة في ذلك؟ ليك شهود أساسا أو ليك بينة تشهد بصدق ما تقول؟ فعلى ذلك إن لم يكن بينة يبقى يرد الأمر على المدعي عليه، يبقى هيطلب منه الحلف، يطلب منه الحلف. ده الترتيب عشان يتم الحكم في هذه القضية. فقال الأشعث رضي الله عنه في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، يبقى جحد الأرض، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ يبين من الشهود أو ما يثبت هذا الأمر، أو ما يثبت هذا الأمر. قلت لا. طبعا هنا قلنا البينة دي بتطلب بعد ما الإمام أو الحاكم بيأتي بالمدعى عليه ويقول أن فلانا يعني يحكي كذا وكذا أو يتهمك بكذا وكذا، فإن أقر منحتاجش بقى للبينة ولا غيره، إن لم يقر يبقى بنعود لطلب البينة. يبقى البينة دي لا تطلب إلا بعد عدم إقرار المدعى عليه بهذه التهمة، بهذه التهمة. فقال كبينة؟ قلت لا. قال فقال يهودي يحلف. قال قلت رسول الله إذا يحلف وهذا بمالي، ده رجل فاجر حيحلف. قال ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك، ما فيش وسيلة أخرى يعني غير في مسألة الحكم إلا بهذه الطريقة، ما فيش بينة، يبقى ليس عندنا إلا أن يحلف المدعي عليه. طب ده رجل فاجر يحلف كذاب، فليس لك إلا ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات إن الذين يشترون عهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. يبقى مسألة كده ده هيذهب المال، لكن يعني أين تذهبون؟ حتى لو ذهب المال في الدنيا يعني كيف يصنع يوم القيامة؟ عشان كده دايما الإيمان باليوم الآخر يعني دي من أكبر العوامل على استقامة الإنسان، يعني هذه من أكبر العوامل على استقامة الإنسان، رؤية الإنسان لأمر الآخرة. يبقى من الممكن يكون يعني صاحب جدل، يعني صاحب رجل متكلم ويستطيع كده يعني أن يخرج يعني ويسل من هذه القضية كما تسل الشعرة من العجين، ولكن أين تذهبون؟ يبقى رؤية الإنسان للآخرة هي التي بتعين الإنسان أن يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى ما الإنسان اقترض مال من الآخر وليس هناك بينة، مات هذا الدائن، الدائن ده مات، فعلى ذلك ونقول لا يعلم أحد بهذا الدائن الذي عند هذا المدين، فيطرى عند ذلك يعني يجحد هذا الشيء، لولا أمر الآخرة ممكن لجحد هذا الأمر، لكن يطرى إيه اللي جعله لا يجحد؟ أنه يعلم أنه موقوف ومسؤول
بين يدي الملك الديان الذي لا يخفى عنه خافية لا في الأرض ولا في السماء. يبقى ده دايما الحال كده، استحضار هذه المعاني. ممكن يبقى يخرج كده من قضية ويسلي منها سلا كما تسلي الشعرة من العجين، لكن لولا الآخرة، يعني لولا الآخرة. فلذلك يعني كان كعب بن مالك رضي الله عنه، كما سأتي الكلام عن كعب بن مالك رضي الله عنه، علوم أنه هو يعني لما تخلف من هؤلاء في غزوة تبوك أوتي جدلا، يعني عنده كلام وحسن بيان، ولكن خشى أن تنزل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم تكشف أنه كاذب لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه اللي خلاه يبقى معينه صاحب جدل وصاحب كلام وحسن بيان، ولكن رؤية الآخرة، خشى أن تنزل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي تبين كذب كعب بن مالك لو كذب رضي الله عنه، وبالتالي أبى أن يسير في ذلك المسلك. هذا الله تعالى الذين اشتروا عدل لهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. يبقى على ذلك رؤية الإنسان للآخرة، وبالتالي لابد من تقوية هذا الجانب، تقوية جانب المراقبة لله سبحانه وتعالى. إن كان الأمر يخفى على الناس لكن لا يخفى على رب العالمين. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. دايما كده استصحب ذلك الأمر، استصحب لو نفس الإنسان بتروده عن شيء، أو إن هي النفس الأمارة بالسوء قد تحرك الإنسان إلى أمر ما، فرؤية الإنسان للآخرة بتستقيم مع الأمور. ثم ذكر رواية عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في المسجد. ابن أبي حضرد كان دينا له، كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. يبقى كان في نزاع بين كعب بن مالك رضي الله عنه وابن أبي حضرد، كان عليه دين، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده شأن الخصومة دايما، يعني شأن الخصومة هتجد بتأتي مع ارتفاع الأصوات، تأتي مع ارتفاع الأصوات. يبقى ده يتهم فلان، يبقى فلان يرد هذا الاتهام، ونقول عندها بترتفع الأصوات حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهما حتى كشف سقف حجرته، فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأول بيد الشطر، يبقى أشار إشارة كده إن هو ضع الشطر من هذا المال. يبقى كعب بن مالك كان ليه دين، ليه مال، وعلى ابن أبي حضرد، فعلى ذلك طلب المال وكانت الأصوات مرتفعة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ضع من دينك هذا، فأومى بيدي إلى الشطر، قال قد فعلت رسول الله، قال قم فقده. يبقى لما وضع جزء من الدين يبقى المقابل كده أن المدين يسدد مباشرة، يسدد، يبقى ما ينفعش فيها تأجيل، يبقى في مسألة التصالح، يبقى ده التصالح على جزء من الحق، على جزء من الحق، فعلى ذلك يبقى المقابل أن المدين يدفع ذلك على الفور، قال قم فقده كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مشكلة قضية أو خصومة كانت بين كعب هذا الرجل وارتفعت الأصوات. قلنا دايما ده شأن الخصومات، شأن دايما النزاع، يبقى في ارتفاع أصوات ولغط وكلام كثير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا كعب ضع من دينك هذا، وأشار بيده أومى إلى أي الشطر. يبقى يضع قد إيه؟ قال له يعني الشطر، أشار إشارة يفهم منها أي نصف ذلك الدين ضعه عنه. يبقى دي شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكعب بن مالك رضي الله عنه قبل الشفاعة. وإن مسألة الشفاعة يبقى أنت بتشفع فتجره، لكن يا ترى هل الأجر مرتبط بقبول الشفاعة؟ لا، بمجرد الشفاعة يبقى يثاب الإنسان ويجر على ذلك بغض النظر إن كانت شفاعة مقبولة أو مردودة. فلكن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لقد فعلت يا رسول الله، قال للآخر قم فقده. أيضا في رواية أن عمر الخطاب رضي الله عنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، قال على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، يعني هو الآيات هي أخذها من في النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عن طريق قصده ولكن أخذها من في النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما وجد هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ
يقرأ هذه الآيات على غير الآيات التي تعلمها عمر الخطاب رضي الله عنه. فقال: وكدت أن أعجل علي ثم مالت حتى انصرف، يعني كاد ينقض عليه ويسكت أساسا. قال: ولكن أملت حتى انصرف ثم لبثت بردائي، مسكوا بقى في الرداء كده. وده برضك شأن النزاع والخصومات دايما، لما بيبقى في اختلاف ونزاع وارتفاع أصوات ممكن يصل الأمر إلى يعني التشابك، يعني إلى التشابك الأيدي وغير ذلك، تشابك الألفاظ، تشابك الأيدي، يبقى دي خصومات ممكن تصل إلى ذلك الأمر. فقال: ثم لببت بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر، فاقرأوا منه ما تيسر. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وفصل هذه النزاع بين عمر وبين هشام بن حكيم ابن حزام. يبقى لما كان بيقرأ قرأ على غير القراءة التي قرأ بها عمر الخطاب رضي الله عنه، أو استمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال يعني: أخذوا بردائي، لببت بردائي، يبقى مسك كده في ثيابي، قلنا حتى يعني يأتي بي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا دعوه مجالا لأن ينفلت منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. ثم قال عمر الخطاب رضي الله عنه: اقرأ. فقرأ، فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر. ثم ذكر باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. قال: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر رضي الله عنه حين ناحت. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. فقال الإمام البخاري رحمه الله، ترجم هذه الترجمة: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، بعد المعرفة أي بعد معرفة الحكم، بعد بيان الحكم. فبيتم كده إخراج أهل المعاصي من البيوت. وكذلك قد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، لما مات أبو بكر رضي الله عنه ناحت، يبقى فعل ذلك، يبقى بيبين لها الحكم، فإن فعلت يبقى بتطرد من هذا المكان، تخرج من هذا المكان، تخرج من هذا المكان. يبقى إخراج أهل المعاصي من البيوت بعد المعرفة. الكلام ده ممكن بيفعل كده بيفعل جاهل، فنبين له حكم المسألة، حكم المسألة. فإن أصر يبقى عند ذلك يبقى يطرد، يخرج من ذلك البيت حتى لا نقر على معصيتي أو على مخالفتي. ولذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في الرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. لما يحرق عليهم البيوت يبقى هيضطرهم إلى الخروج. يبقى ده الإمام البخاري رحمه الله استشهد بهذه الرواية من هذا الجانب. فحرق عليهم أي إذا حرق عليهم البيوت خرجوا منها. فلذلك قال: إخراج أهل المعاصي إن كان المعصية دي بترك واجب أو ارتكاب محظور. يبقى المعصية يبقى ترك هذا الواجب دي معصية أو ارتكاب محظور. لما ناحت أخت أبي بكر رضي الله عنه في موته أخرج عمر الخطاب رضي الله عنه، يبقى ده أمر مخالف. ودولت لما تركوا هذا الواجب لا يصلون في الجماعة. بينا قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله قال: وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة. يبقى لا يتخلف عنها الإنسان إن كان هناك عذر، لكن لا يتخلف عنها ابتداء. يبقى الكلام ده للرجال. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر الصلاة فتقام ثم أخالف من هذا القوم لا يشهدون الصلاة، مش هم لا يصلون ولكن لا يصلون في الجماعة. قال: فأحرق عليهم. يبقى لما تركوا هذا الواجب يبقى كاد النبي صلى الله عليه وسلم حرق عليهم البيوت، فإن حرق عليهم البيوت خرجوا من بيوتهم. يبقى ده إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. ولكن كما قيد المسألة
بعد معرفة الحكم الإنسان ممكن يكون جاهل لهذا الحكم، جاهل لهذا الحكم، فإن بين له الحكم وأصر على المخالفة فعند ذلك يخرج من هذا المكان حتى لا نقر على المخالفة. ولعل ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الرجل الذي كان يأكل بشماله يبقى بين له المسألة، ولكنه أصر على المخالفة فدعا عليه، أصر على ما نادي سنة من السنن، ولكن لما أصر الرجل على ترك السنة فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدعاء على الظالم ده أو على المخالف متى بينت له المسألة ثم أصر على المخالفة، لأنه ممكن يفعلها عن جهالة، فالمطلوب أن احنا نعلم الجاهد، الدين النصيحة نعلمه، لكن بعدما تعلم المسألة أصر على المخالفة، أصر يبقى جاز الدعاء لي لإصراره على المخالفة حتى لو كان الأمر في شأن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كما بينا في هذه الرواية. فلذلك قال إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، يعني قيد المسألة بعد معرفة، بعد معرفة الحكم، معرفة يعني هذا الأمر، أنه لأنه فعل ذلك جاهلا، يعني فعل ذلك ويجعل حكم المسألة، فلما بين له أصر على المخالفة أو على ترك ذلك الواجب، يبقى قال إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، أو الدعاء على من خالف بعد أو أصر على المخالفة بعد البيان. ثم ذكر باب دعوة الوصي للميت، والباب دعوة الوصي للميت ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمد زمعة، فقال سعد رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمد زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمت أمي ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال ولك عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجي منه يا سوداء. ودعوة الوصي للميت، يبقى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ادعى أن عتبة بن أبي وقاص أخوه كان قد وطأ هذه الأمة أمت زمعة، وظن أنها حبلت منه فأوصى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أن يأخذ ذلك الولد فإنه منه. فلذلك اختصم في هذه المسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمد زمعة، فقال سعد رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمد زمعة فأقبضه فإنه ابني. يبقى ابن عتبة ابن أبي وقاص لو أخو سعد بن أبي وقاص، يبقى أوصاب كده، يبقى أوصاه أنه يقوم بقبض ولد هذه الأمة فإنه منه. يبقى لذلك دعوة الوصي للميت، بيدعي هذا الأمر أن أخاه عتبة ابن أبي وقاص يبقى قال له أن يقبض ذلك الولد بعد ولادته، يبقى أوصاه بهذه الوصية، فدي دعوة. فطالما دعوة يبقى لابد أن نتمم الأمر بهذه الصورة، يبقى ده الدعاء، يبقى فيه يا ترى بينة لم يكن هناك بينة. بنرجع للأصل هو الولد الفراش والعاهر الحجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الولد بينسب إلى فراش الزوجية، ينسب إلى فراش الزوجية إلا إن كان قام الزوج وقام بنفي ذلك الولد ومسألة اللعام، أو إن هو دي أمة كانت فراشا لزمعة، كانت فراشا لزمعة يعطى ملك اليمين كان يطاها، وبالتالي يبقى هنا الولد الفراش أنها كانت ملك اليمين وكانت فراشا له، فيبقى الولد الفراش العاهر الحجر. يبقى سعد بن وقاص قال أن أخاه عتبة ابن أبي وقاص يعني أوصى أن يكون بقبض ذلك الولد لو من أمت زمعة ابن أمت زمعة، فلكن نزعوا فيها عبد بن زمعة قال أخي ابن أمت أبي ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، الولد كان شبيه بعتبة بن أبي وقاص يبقى كما قال، ولكن يبقى هنا دي قرينة، قرينة قوية جدا، ولكن لا يحكم عن طريق قرائن، ده هي يحكم لها بصور أخرى، لكن في هذه المسألة ده في قاعدة عندنا الولد للفراش العهد الحجر، مع أن في شبه كبير بعتبة، يبقى ده شبه كبير نقول ده شبه تماما، ولكن الولد للفراش العهد الحجر، يبقى لأن ما فيش بينة أقامها على هذا الأمر. فبنرجع دايما لهذه المسألة الولد الفراش العاهر الحجر، وقال احتجبي
منه يا سودة لما رأى من شبه ذلك الولد بعتبة ابن أبي وقاص. يبقى دعوى الوصي للميت، يبقى الوصي اللي هو كان سعد بن وقاص ادعى أن أخاه أوصاه بكذا، أوصاه بكذا، لكن يا ترى الوصية دي يبقى تم فيها التخاصم بين سعد بن وقاص وبين عبد بن زمعة، وحكم وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لعبد بن زمعة. وقلنا لهذه القاعدة، وعلى الرغم من شبه هذا الولد بعتبة ابن أبي وقاص. ثم ذكر باب التالي، باب التوثق ممن تخشى معرته. قال التوثق ممن تخشى معرته، وقيد ابن عباس رضي الله عنه أكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، فذكر الحديث فقال أطلقوا ثمامة. قال باب التوثق ممن تخشى معرضه، أي فساده وعبثه. وذكر يعني هذا الأثر، وقيد ابن عباس رضي الله عنهما عكرمة على تعليم القرآن والسنة والفرائض، ربطوا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ربط عكرمة، عكرمة ده يعني من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، ربطوا حتى يعلموا، وقال ربطوا يبقى قيد ابن عباس عكرمة، يبقى ربطوا قام بتقييده وعلى ذلك حتى تعلم القرآن والسنة والفرائض، يبقى أجبره على التعلم، تعلم هذه الأحكام الشرعية. يبقى نقول ابن عباس رضي الله عنه يبقى رأى نباهة في عكرمة وأهل أنه أهل لذلك، وبالتالي لكن لم يتركوا للعبث أو الفساد، فعلى ذلك قيدوا وحتى يتعلم القرآن والسنن والفرائض. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، يبقى قيدوه ربطوه بسارية من سوار المسجد. وقال البعض ان هو الغرض من كده ان يبقى على مقربة يرى تصرف المسلمين في الصلاة الى غير ذلك، يشهد المشهد عن قرب وحيؤثر في ذلك المشهد، ولذلك ربطوه وكان مازال على الكفر، ربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، فذكر الحديث قال أطلقوا ثمامة ثم أسلم. يبقى كان هنا قيده أيضا لعلة، يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه قيد عكرمة لعلة حتى يتعلم القرآن والسنن والفرائض، وكذلك تم تقييد أيضا ثمامة ابن أثال رضي الله عنه في سارية من سوار المسجد، يبقى نقول حتى يكون إيه يعني يشاهد هذا التصرف من المسلمين في الصلاة وفي غيرها هنا، بالتالي يبقى مناظر تؤثر في داخل الإنسان، فربطوه وتركوا على هذا الحال ثلاثة أيام ومتروك على هذا الحال، يبقى بيراقب طبعا هنا بيشاهد، يبقى هيشاهد الأمر ده إزاي، وبالتالي هنا ربطوه قلنا حتى يشاهد عن مقربة يعني هذا التصرف من المسلمين في المسجد من صلاة أو غير ذلك. فقال عندي يا محمد خير، ذكر الحديث قال أطلقوا ثمام، يبقى التوثق ممن تخشى معرضه فساد وعبثه، يبقى يجوز هذا الأمر، يجوز يبقى الأب كده قام بتقييد ذلك الولد حتى يتعلم القرآن في نجابة وفي طلب لذلك، لكن حتى لا يعبث يبقى قيده حتى يتعلم ذلك العلم. يبقى نقول يبقى دي مسألة كما بواب لها الإمام البخاري رحمه الله، توثق ممن تخشى معرضه. ثم ذكر الباب التالي باب الربط والحبس في الحرم. على باب الربط والحبس في الحرم، واشترى نافع ابن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر الرضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400، وسجن ابن الزبير بمكة. ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة الربط والحبس في الحرم. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، اكتب بذلك القدر، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.